هحاول اختار ثلاثة بس. سوري؟ مش عايزة اهبل في الاكل، بحاول اختار ثلاثة بس. شكلك بقيت خبرة، ما تقولي ايه حلو بقى. لا معرفش والله، انا ما اكلتش كتير بس اتفضلي. تقرف؟ لا لا خالص. تعرف الاكل من طبق غيرك الكالوريز بتاعته ما بتتحسبش. انا نمرة باي ذا واي. سعيدة. انا اسعد. انا ناجي. 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 انت بقى صاحب سارة ولا عز؟ لا بص، انا جاي مع هيثم صاحبي، هو كان لسه هنا بس انا ما اعرفش راح فين، ممكن ادهولك لو عايزه. خلاص انا ما اعرفهمش برضه. انا جاي مع صاحبتي، صاحبه ساره، مش عارفه ايه فين. طب تحبي اقوم ادور؟ لا لا هتظهر. هتروح فين يعني؟ دارت استلام. بس انا ماليش فيها، ضايع خالص في التنشين. ممكن نخرم لهم الحيطه على الفاضي وما يصحش يعني. مش تفرق معاهم، هم مسافرين كده كده. عارف ده خامس فاير ولا احضره السنه دي، كله بيمشي. عقبالك لو عايزه تسافري يعني. ربنا يكرم. تعرف كنت فكر في الموضوع خالص، بس شكلي هسافر. يلا سي اراوند انجوي. ليه كده؟ البنت انترستد فيك وعماله تفتح في مواضيع وانت مفيش. هي كانت انترستد فيا انا؟ اللي هيخليها تفتح معاك موضوع ورا التاني لو ما كانتش انترستد. وانت نازلك صاحبي، تعالى دور على صاحبتك، يا رب تسافري. حتى الدورس مش عاوز تلعبها عشان شايل هم الحيطه. حيطه ايه؟ طيب ما يمكن انا مش انترستد مثلا. يعني لو في واحده هنا عاجباك هتعرف تفتح موضوع معاها؟ هعرف. طيب وريني كده، افتح معي موضوع. شفت؟ اديك مش عارف. هو انا لحقت اقول حاجه؟ الطريقه دي يا ابني انا بساعدك، افتح معي موضوع يا نوجا. خلص نوجا. عرفت اسمك، انا متابعيكوا بقى من الاول. هو انت بتتصنطي على الناس ومعترفه كده عادي؟ بتسلى. شايف الهبل ده؟ كسف صاحبته قدام كل اصحابها البنات، قال ايه بيهزر. والحلوف ده داري يخبط الكاس بتاعه في كاس اي بنت ويقول لها تشيرز، انه يعرف يتكلم كلمتين على بعض بعد كده مفيش. عارف ايه اللي زعل بجد؟ انها اكيد فاكره ان المشكله فيها، وقعدت تسال نفسها يا ترى شكلي ما عجبوش، يا ترى دمي كان تقيل، طب انا هزقت نفسي. ودوامه كده